اول حاجه مهمه انا عاملها ديريفيشن في المحاضره دي هي الكونتينيوتي ايكويشن. الكونتينيوتي ايكويشن بتاسيوم ذات وي ديل وذ سبستانسز ذات دو نوت ابير اور ديس ابير، يعني معنى كده انها كونسيرفد. طبعا دي كلها جايه من يعني كونسيكونس من الكونسرفيشن اوف ماس او كونسرفيشن اوف انرجي بيسيكلي. يعني لو بتكلم على ماس بتكلم على كونسرفيشن اوف ماس، اوكي؟ فكونسرفيشن اوف ماس هنقدر نعمل بيها ديريفيشن للكونتينيوتي ايكويشن اللي احنا بنتكلم عليها دي. انا اتكلم على الكونتينيوتي ايكويشن في الوان دايمنشن وابقى عارف ان انا في منتهى البساطه لو انا عاوز اجنرالايز بس هجي اطبق نفس الحاجه هي الوان دايمنشن دي اطبقها في 3 دايمنشنز. عشان نفهم الكونتينيوتي ايكويشن هنتخيل برضو مثال محدد ونبتدي نتكلم عليه. فهنحط موديل بسيط كده ان انا عندي يونت فوليوم بالشكل ده كده، في عندي فلكس جاي لي من هنا جي وخارج من هنا جي اوف اكس بلس دلتا اكس، يعني في هنا مسافه دلتا اكس هو يعني داخل من هنا جي اوف اكس وتي ويخرج من هنا جي اوف اكس بلس دلتا اكس وتي. اوكي، دي النقطه دي اكس والنقطه دي اكس بلس دلتا اكس. اوكي، ده بتكلم على الجي ده هو الفلوينس ريت، يعني ده جي بارتكلز بير يونت اريا بير يونت تايم. اوكي، فالفاليو اوف جي ماي ديبند اون ذا بوزيشن، يعني معنى كده بتتغير مع البوزيشن بتاعي. فبيسيكلي انا عايز اتكلم على ايه اللي هيحصل جوه هنا بقى. اوكي، فانا بتكلم على ان عدد البارتكلز الموجود عندي هنا at time t هو عباره عن n of x and t. اوكي، وبعد دلتا t هيتغير يبقى دلتا n، فعايزين دلوقتي نحسب الدلتا n دي هتساوي كام. علشان نحسب الدلتا n بتاعتنا هنلاقي ان هي عباره عن الflux density اللي هو الفلوينس ريت اللي داخل لي هنا اللي هو j of x and t minus j of x بلس دلتا اكس ان تي اللي هو الحاجه اللي داخله ناقص الحاجه اللي طالعه. وطبعا زي ما احنا عارفين الوحدات بتاعت الفلوينس ريت هي عباره عن بارتكلز بير يونت اريا بير يونت تايم، فعشان احسب عدد البارتكلز اللي في دلتا تي اكيوميليتد جوه هنا هيبقى عباره عن نفس الحاجه دي هي بالظبط الدلتا دي بالظبط مضروبه في اس مضروبه في دلتا تي عشان اشيل الوحدات بتاعت بير يونت اريا او بير يونت تايم. اوكي، فعشان نبسط الايكويشن دي اكتر شويه هنتذكر من البيزك كالكولس ان احنا لو خدنا جي اوف اكس ان تي ماينس جي اوف اكس بلس دلتا اكس ان تي ده عباره عن بارشل ماينس بارشل جي بارشل اكس. اوكي، احنا فاكرين طبعا ان الايكويشن بتبقى بالعكس اللي هي الايكويشن بتاعت الديريفيتيف بتبقى بالعكس، بس احنا العكس ده هيبقى بالنسبه لنا عباره عن نيجاتيف ساين هنا. اوكي، فطبعا عشان برضو انا يعني المفروض يبقى في دلتا اكس تحت واخد الليمت لما دلتا اكس تروح للصفر، فهضرب في دلتا اكس بره وهقسم عليها تحت هنا بحيث ان يبقى ايه ما يبقاش في اي حاجه اتغيرت. فهاخد الكلام ده بقى هنا وابلج ات ان في الايكويشن بتاعت الدلتا ان هنا. اوكي، فلما اجي ابص بقى على الايكويشن بتاعت دلتا ان هلاقي ان هي عباره عن ان ات اكس وتي بلس دلتا تي ماينس ان اوف اكس ان تي اللي هي عباره عن دلتا ان دي اللي احنا كنا بنتكلم عليها اللي هي بارشل ان بارشل تي دلتا تي. اوكي، يعني بمعنى ان انا برضو ممكن اخد نفس الايكويشن دي اعمل لها نفس الحاجه اللي عملتها هنا بالظبط، هضرب تحت هضرب فوق وتحت في دلتا تي واخد الليمت لما تي بتروح للصفر فالاقي برضو انها عباره عن بارشل ان بارشل تي في دلتا تي. لو خدت بقى الايكويشن دي والايكويشن دي وحطيتهم هما الاثنين بقى بيساووا بعض نتيجه لان هما الاثنين هما بيعبروا عن نفس الحاجه بس انا حاسبهم من حاجتين مختلفتين، هلاقي عندي ان البارشل ان بارشل تي بيساوي ماينس اس دلتا اكس بارشل جي بارشل اكس. طبعا احنا عندنا الجزء اللي هو اللي بره ده بيعبر لنا عن ايه؟ بيعبر لنا عن الفوليوم بتاع الايه؟ يونت فوليوم بتاعتي بتساوي كام؟ اوكي؟ فانا ممكن بقى اخد ان على الفوليوم واخليها بعد كده تبقى ايه؟ تبقى كونسنتريشن سي. اوكي؟ يبقى الايكويشن بتاعت الكونتينيوتي ان وان دايمنشن بتقول لي ان بارشل سي بارشل تي بتساوي ماينس بارشل جي بارشل اكس. تاني الجزء دوت احنا هنا في الايكويشن دي جبنا الدلتا ان بطريقه وجبناها بطريقه تانيه. اوكي، وسوينا الاثنين ببعض. اللي حصل هنا عندنا الايكويشن كلها في بارشل ان بارشل تي، انا عايزها تبقى مش بارشل ان، انا عايزها دلوقتي تبقى بارشل حاجه تبقى اقدر اقيسها، حاجه تبقى مور يعني كومن للناس انها تستعملها على عن النمبر اوف بارتكلز. فانا هاخدها اقسم الان دي على الاس دلتا اكس دي عباره عن الفوليوم بتاع اليونت فوليوم اللي كنت بتكلم عليه هنا دوت، فمعنى كده ان على في اللي هي عباره عن الكونسنتريشن نمبر اوف بارتكلز بير يونت فوليوم ده الكونسنتريشن. فمعنى كده الايكويشن بتاعتي اللي هي الفاينل فورم بتاع الوان دايمنشنال كونتينيوتي ايكويشن هو عباره عن ان بارشل سي بارشل تي بتساوي ماينس بارشل جي بارشل اكس.